السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، كالعادة الإخوان دائما التسريبات الصوتية اللي كنبنوا عليها محتوى القناة ونجيبوا داكشي اللي كيدور عند البوليساريو في مخيمات تندوف. اليوم كذلك عندنا تسريبات صوتية اللي كتأكد على أنه كاين توتر داخل قيادة البوليزاريو، وكاين غليان، وكاين تخطيط اللي هو بكل وضوح الإطاحة بإبراهيم غالي من على رأس البوليزاريو. هاد الناس اللي غنسمعوا كيتكلموا في هاد التسريبات الصوتية، غالب الكلام ديالهم موجه لشيء واحد، هو أنه قال لك إبراهيم غالي داخل البوليزاريو وما يسمى مؤسسات البوليزاريو كيخدم غير أبناء قبيلته وأبناء عائلته. وتيقولوا في هاد التسريبات الصوتية عراءهم وتفكيرهم، قال لك احنا ما عندناش مشكل يخدم ويوظف أبناء عائلته وأبناء عمومته، يا غير يجيب لينا أشخاص قادرين عندهم كفاءات اللي يصيروا ما يسمى مؤسسات البوليزاريو. هناك مدراء، هناك مؤسسات، هناك وحدات عسكرية. إبراهيم غالي احتكر كما كنقولوا السوق، احتكر السوق وكيخدم غير ولاد عائلته والأقارب ديالو وباك صاحبي. هاد القضية الخوت، هاد القضية ملي تشوفوا كاينه في واحد المجموعة ولا جماعة ولا مؤسسة ولا شركة، عرفوا أنها شركة خاصة. والله القسم ما نكذب عليكم، هاد القضية عندنا في المغرب، عندنا في المغرب في الشركات الخلاص. والله ملي كتنسمع كلام هؤلاء الاشخاص ويتهموا إبراهيم غالي على انه كيخدم عائلته واقاربه وابناء عمومته وانهم رغم كل هذا ما عندهمش كفاءات، تفقدت انني عشت هاد الحاله حقيقه. عشت كشخص المغرب، والعوده لكم انتم اخوتي، انا كنت خدام في شركه فرنسيه بالمغرب، شركه فرنسيه. انتم كتعرفوا على العمل ديالي، انا حامل لشواهد ودبلومات وعندي تجربة طويلة في مجال الكهرباء، وغالبا كنت نخدم مسير في شركات كهربائية. فعلا توجهت في يوم من الأيام شركة بالمغرب فرنسية عنده سمعة كبيرة لا داعي لذكر الاسم ديالها، دفعت ليها السي في ديالي، الشواهد ديالي، استدعوني، عدلوا معايا واحد يعني اللي كيسموه واحد كونكور هكا، تقبلت، دخلت بواحد الثمن معين، ورغم أني حامل لشهادات وتجربة طويلة في مجال الكهرباء، ودخلت كمسير، مسير في ذلك الشركة كما كنسموه شاف، دخلت كشاف. يا غير مع المدة، مع الأيام، أش كان جبر، أش كان تفاجئ، أشنو كان لقى؟ كنلقى على أنه هذه الشركة الفرنسية، هذه الشركة الفرنسية اللي دخلت المغرب، المدير العام اللي فيها مغربي، مغربي من واحد الناحية بلا ما نذكروا الاسم ديالها. هذا المغربي المدير العام للشركة كيجيب أبناء عمومته ولاد عائلته من واحد البادية في واحد المنطقة من المغرب، واحد تيكون سراح، راحي الغنم، راعي الإبل، حتى كيصبح فجأة في تلك الشركة كيتقاضى شهريا ما يقارب 20,000 درهم حتى 30,000 درهم. وانا اللي كنت حامل شهادات، ومش غير انا، العديد منا كانوا حامل شهادات وتجارب طويله في الميدان، كنا كنشدوا جدريال لاروب الا قلتها لكم غادي تقولوا لا اله الا الله. وكنا نعرفوا على انه وحده من عائله الشخص اللي كان كيسير تلك الشركه كيجلب ابناء عائلته كما قلت لكم رعاة غنم، مع احترامي رعاة الغنم، والله رعاة الغنم، وبقى عندهم لا كفاءة لا دبلومات لا شواهد لا تجارب، وكيجي يتحكم فيك ويتنهض عليك وكيتنهض عليك وكيشد 30,000 درهم ولا 20,000 درهم، 2 مليون ديال السنتيم، وانت كتشد الربع ديال الربع ديال الثمن اللي كيقبض هو. وهذه شنو هو؟ هذو الشركات الخواص. والله الا كيف الشركات الخواص، نقدر نقولوا مثلا احنا في الشركات يعني ولا المؤسسات العموميه في المغرب، تقدروا تتكلموا مثلا عن السلك الامن ولا السلك الدرك الملكي. تقد حاليا تجبر في الدرك الملكي ولا في سلك الامن بوليس
شباب خدامين في البوليس، من ولاد الشعب، من ولاد الفقراء، وانا كنعرفهم حقيقة، كنعرف عدد كبير من الأصدقاء ولاد الشعب، أبناء حمومتي أنا ولد الشعب، قدروا يخدموا في مؤسسات أمنية، مؤسسة الدرك الملكي، مؤسسات كثيرة ديال الدولة، رغم أنهم ولاد الشعب ولاد الفقراء. وكتعرفوا في المصطلحات الشعبوية ديالنا، إلا كنتو نتوما ولاد الشعب بحالي، يعني الشخص ملي كيقبض شهادة الباك ولا شهادة ما، كيتلقى نصائح من عائلته ولا من الأقارب ديالو، كينصحوه تيقول له سير خدم في المخزن أحسن لك، تيقول له سير خدم في المخزن أحسن لك، تيقول له سير خدم في الدولة أحسن لك. عدد كبير من الأشخاص ملي كيقبضوا شي منصب في الدولة، في الدولة كيكون افتخر على أنه راه قابض واحد المنصب في الدولة، ماشي شركة خاصة، ماشي حد يتحكم فيك، راك في الدولة، هذا عنده واحد الميزة، نتوما عارفين نتوما راه مغاربة وعارفين شنو نقصد. عكس الشركات الخواص، أنا حامل لشهادات ودبلومات وتجارب كبيرة، وكنت نخدم في الخواص، وكنتعرض هذه باك صاحبي، كتجبر واحد خدام معاك ما عنده لا شهادة، ما قاريش نهائيا أمي، وكيقبض أربع أضعاف الثمن اللي كتشد انت شهريا. هذا هو اللي واقع اليوم في البوليزاري، لان البوليزاري شنو هي البوليزاري؟ البوليزاري شركه، نقدو نفسروها لانه البوليزاري شركه، شركه جزائريه قابضين فيها رئيسها هو ابراهيم غالي، ابراهيم غالي باك صاحبي كيخدم غير ابناء عائلته وابناء اصحابه، وهذا هو اللي اثار حفيظه وغضب عناصر البوليزاري اليوم، قالوا علاش ابراهيم غالي كيخدم ابناء عائلته وابناء عمومته والاقارب ديالو وما عندهمش كفاءات، ما عندهمش كفاءات. هذا شنو كيدل؟ كيدل لشيء واحد، على انه البوليزاريو شركه خاصه. ونزيدوا كذلك في هذه التسريبات، تخيلوا على انه خرجوا وحدين من مرتزقات البوليزاريو، واجهوا ابراهيم غالي، اش قالوا ليه؟ قالوا يا ابراهيم غالي، قالوا ليه في المغرب كاينين خواتاتك في فقيه بن صالح وفي بني ملان وفي العيون وفي الداخل، خواتاتك خواتاتك، علاش حتى هما ما يخرجوش يحملوا شراوط البوليزاريو ويحتجوا كما كنعدلوا حنا؟ ياك حنا مناضلين ديالكم، كتمشونا وكترسلونا نتواجهوا مع السلطات المغربيه ونحملوا شراوط البوليزاريو، شيكيو شيكيو، علاش خواتاتك يا ابراهيم غالي حتى هما ما يخرجوش للشارع في المغرب، في الفقيه بن صالح، في بني ملال، في الرحامنه، في العيون، في الداخله، ويهزوا حتى هما شراوط البوليزاريو؟ كاينه انانيه حتى في هذاك مرتزقه البوليزاريو. غنسمعوا التسريبات، حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. غير بعد الرد اخينا هذا التالي في ياسر ملك حال. على كل حال، احنا سكتنا عن انتقاد ابراهيم غالي، كنا باغيين نعطيه فرصه نشوف شنو يعدل، يا غير من عادل القضيه كلها يجيب اولاد عمه، يا ريت يجيب كاع اولاد عم عندهم كفاءه، الرجل المناسب في المكان المناسب، العدل لا يجيب الزباله الحمير ما عندهم معرفة في أي شيء ولا تكوين، ويطرحهم في المسؤولية، هذه مصيبة. معناها عندنا مازلنا ما مرقنا من ذيك العقلية الخامرة المخنزة، هذا خطر ما يبني دولة، والله العظيم ما يبني دولة. هذا الناس اللي واحلين فيه، شنو نقول لك؟ يطير إبراهيم غالي، اسمع، ولا يبقى إلى عاد ماشي بدا الفكر القبلي، ما عندنا ما ندري به. واحد الأخت قالت المرحوم عبد العزيز هو اللي وصى عن ابراهيم غالي يعود في مكانه الى توفى. هو عبد العزيز وارث الشعب الصحراوي، هو عبد العزيز وابراهيم غالي لا موظف عند الشعب الصحراوي، خدام حمال للشعب الصحراوي، هذا هو المفهوم. ما هو ملك وما هو شيء وما لا يعود كاع ملك، واي قبل ما لا يعود ما لا يملك الصحراويين حقيقة. عندنا ماشي مثل الفكر ينعلبوها دولة لعثة تعد العقلية، ما نظروها قاع من الأساس، معيننا فيها خالقين شباب صحراويين داخل المخيمات، عندهم كفاءات أكثر من ديك الزبال اللي طرح أنت فمتية، لا كفاءة ولا شجاعة، هذا ما يقدم حقيقة، والله ما يقدم، ما لا يزيد بين القدام، والله لا يتكفرون بهذا الوطن، والله إلا حق تعينكم المولانا. وعبيد القياده ما غدالي فيهم، ابراهيمات غالي تجيه طفله كحله بسمار سته تعدل لها فيزا، خالقه مره السفير ديك الساعه هو هون في الجزائر، طفله ما تخطى عليه ما يعطي فيزا ويعرف الجميع،
يعني هذا شنو؟ بالله العظيم يدني الندم ولا نهار عرفته فيه. ونتحدى ابراهيم غالي عنده عائلته كامله، قال انا عنده عائلته في قيب بن صالح بن ملال والشاوي وذا كامل وفي العيون المحتله، ويمركهم يفدوا الاعلام الجمهوريه. احنا وحد يفدوا الاعلام الجمهوريه، ونتحدى ابراهيم غالي يمرك اخواته يفدوا الاعلام الجمهوريه. ما يقدوا، ما عندهم جهدها. ايوا يا الشعب الصحراوي، وعو وعو.